بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح وبارك بكم. حياكم الله وبارك بكم. أول أسئلة هذه الحلقة من مرسلة من إندونيسيا تقول: أكثر الناس عندنا يعملون في المزارع وهي تنتج لهم كميات كبيرة، ثم يأتي مسؤولون يأخذون الزكاة، فهل تجزئ هذه الزكاة التي دفعناها لهم، أم لا بد أن ندفع الزكاة للفقراء والمساكين القريبين منا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزكاة إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في الأموال التي أوجبها الله فيها، ومنها الزروع والثمار. وإذا عمد ولي الأمر جباة للزكاة يمرون على الناس ويأخذون زكاة أموالهم ويجبونها لأجل أن يوزعها ولي الأمر على مصارفها، فدفعها إليه يكفي ويجزي والحمد لله. وهذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد كان يبعث العمال لجباية الزكاة وتوزيعها على مستحقها. وإذا لم يرسل ولي الأمر جباة للزكاة، فإن المسلم يخرجها ويوزعها على المستحقين ممن حوله في بلده وأقاربه المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: إذا استدنت من شخص دينا لمدة شهر أو سنة مثلا، فاشترط علي إذا رددته أن أعيده وزيادة من المال معه معينة، فهل يجوز هذا؟ هذه هي الطريقة المعروفة عندنا في الدين، تقول ذلك. الدين قرض؟ نعم. سلفة؟ نعم. القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه، لأنه ربا صريح. زيادة اشتراط الزيادة في القرض ربا صريح، وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم اشتراط الزيادة في القرض، لأن المطلوب من القرض هو الأجر والثواب لقضاء حاجة المسلم وإعانته على حوائجه، ثم يرد ما مقدار ما اقترض إلى المقرض. فالقرض هو دفع مال للمحتاج ينتفع به ثم يرد بدله، ويكون قصد المقرض نفع المحتاج والاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويعود إليه ماله. ليس المقصود من القرض هو الاستثمار، لأن الاستثمار له طرق مشروعة غير القرض. فهذا العمل الذي ذكرته السائلة لا شك أنه ربا صريح. نعم. حديث الشيخ: كل قرض جر نفعا فهو ربا، على إطلاقه أي نفع للمقرض؟ أي نفع للمقرض، سواء هذا النفع كان هذا النفع ماليا أو غير مالي، حتى المنافع غير المالية تدخل فيها. لو قلت: بشرط أن تسكنني دارك، أو أن تركبني دابتك، أو أن أحمل على سيارتك، أنا أقرضك لكن تعطيني هذه الدار وهذه السيارة أنتفع بها، فهذا زيادة في القرض لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال ثالث تقول: أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا بيان معنى النميمة وحكمها والوعيد فيها، وذلك لأنها منتشرة عندنا، وما الفرق بينها وبين الغيبة؟ النميمة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومعناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم وزرع البغضاء بينهم، يذهب إلى شخص ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ليغير صدره عليه، ثم يذهب إلى الثاني ويقول له مثل ذلك، فهذا عمل خبيث. قد حذر الله من النمامين بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الحديث أن النميمة من أسباب عذاب القبر، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير.
أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، ذلك لأن النمام يفسد بين الناس ويوغر الصدور ويوقع العداوة بين المسلمين، فهو مفسد من المفسدين في الأرض. وأما الغيبة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناها، وهي ذكرك أخاك بما يكره، لأن تذكر عن شخص غائب ما يكره ذكره كذكر عيوبه ومساويه وغير ذلك، هذا هو الغيبة. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. قد حذر الله من الغيبة في كتابه الكريم، قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم. شيخ، مثل أن يحدث الإنسان عن صاحب له بأشياء ليست في معايبه، لكن يقول مثلا: ما دعاني إلى وليمته، ما دعاني إلى زواجه، ما أشياء ليست معايبه، هل يترك لأنه غيبة أو لأنه ذريعة إلى الغيبة؟ نوع من الغيبة. نعم، يتكلم فيه وهو غايب، يقول فلان بخيل أو فلان أساء، ما قال بخيل، أو أساء إلي. نعم. أو لعاني، أو هذه غيبة. وإن قال أساء إلي لأن الطرف الثاني يكره هذا الشيء، يكره أن يتحدث عنه. نعم. وإن قال هو ظلمني وافترى علي أغتابه، إذا كان الكلام في الغائب من باب تحصيل الحق الذي عنده، إنسان ظالم ومغتصب فيشتكيه على ولي الأمر ويقول: فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان كذا، فهذا يجوز للضرورة لأجل الوصول إلى الحق، أنه لا يتوصل إلى حقه إلا بشكايته وبيان اعتدائه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فهذا من باب الشكاية لأجل الوصول إلى الحق ودفع المظلمة. وقال يحل عرضه مقيد عند السلطان أو مطلق، حل عرضه وبشكايته عند السلطان. أما اللي ما له سلطة ولا ما، لا فائدة من ذكر التظلم عنده، لأنه لا ينفع بشيء. أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الأخير: عندما كنت أرضع طفلتي أفطرت بعض الأيام لأجل الرضاعة، فنحن لا نستطيع شراء الحليب المجفف، وجميع النساء المرضعات عندنا يفطرن رمضان كله، مع أن منهن من تستطيع الرضاعة وهي صائمة، فما حكم عملي وعملهن؟ جزاكم الله خيرا وزادكم علما. لا يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان إلا إذا كان الصوم يضر بالطفل المرتضع، ينشف عليه الحليب أو يقلل عليه الحليب. فإذا كان الطفل يتضرر من آثار الصيام، الطفل الرضيع يتضرر من آثار الصيام، فإن والدته تفطر أو مرضعته تفطر، لأن هذا فيه المحافظة على نفس معصومة، فهو عذر في الإفطار. ولكن عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع من الطعام عن كل يوم، لا بد من ذلك. نعم. أثابكم الله. المستمعة نون ميم ألف تقول: أرجو توضيح معنى الآية التالية، وهي قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، وأصل الآية في المنافقين في اليهود، أصل نزول الآية والله أعلم في اليهود، فإنهم هم الذين يتصفون بمثل هذه الصفات القبيحة. يحبون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من المخالفات والمعاصي، ويفرحون بذلك ويتبجحون به، ويفرحون بأذية المسلمين وغير ذلك، فهم يفرحون بجرائمهم بدل أن يتوبوا ويستغفروا ويندموا، هم يفرحون بذلك، فهذا دليل على عدم مبالاتهم. والخصلة الثانية الذميمة: يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني شأنهم الرياء والسمعة والمدح ولو لم يفعلوا خيرا. الإنسان إذا فعل خيرا فإنه لا يفعله من باب الرياء وحب المدح والثناء، فكيف إذا أحب المدح والثناء على شيء لم يفعله؟ هذا أمر أشد. نعم. قولوا فلا تحسب أنهم بمفازة، هذا وعيد من الله بمن جات بمفازة، يعني بمن جات من العذاب، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع، هذا وعيد شديد على مثل هاتين الخصلتين الذميمتين. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائلة من القريات مها العنزي تقول: من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟ ربما قصدت غسل الحصى. حصى الجمار يؤخذ من أي مكان من الحرم، ليس له موضع معين.
كل حصل حرام يجزي الرمي به، سواء أخذه من مزدلفة أو من الطريق بين مزدلفة ومنى أو أخذه من منى، كل ذلك يحصل به المقصود والحمد لله. وصفته أن يكون متوسطا بين الكبار والصغار، مثل حصى الخذف أي الذي يخذف على الأصابع، وقد قدره الفقهاء بأنه أكبر من الحمص بقليل، هذه صفة حصى الجمار. ولا يشرع غسله، لا يشرع غسل حصى الجمار لأنه أصله طاهر، فلا ولم يرد دليل بأنه يغسل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له حصيات الجمار وأخذها بكفه الشريف ولم يذكر أنه غسلها. نعم. سعيد عبده من عمان يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، يعني إذا طاف للقدوم المفرد القارن والمفرد، إذا طاف للقدوم يجوز أن يقدم معه سعي الحج بحيث لا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع عند السفر، فالمفرد والقارن عليهما سعي واحد، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين لام من سوريا يقول: أنا شيخ كبير، طفت للعمرة ثم سعيت 7 أشواط، لكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط، فما حكم ذلك؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. حكم ذلك أن سعيك لم يكمل، وما دام لم يكمل فإنه لا يصح، لأن الطواف بالبيت 7 أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، 7 أشواط يبدأ كل شوط من الصفا وينتهي بالمروة حتى يكمل 7 أشواط، فعليك أن تعيد هذا السعي، ترجع تعيد هذا السعي لأن السعي الأول لم يكمل. نعم. وما بين ذلك يعني إصابة شيء من محظورات الإحرام؟ نعم، مثل لبس المخيط وغيره. إذا كان جامع في هذه الفترة فإنه يكون عليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أما إذا لم يكن حصل منه جماع فإنه يعيد السعي ولا شيء عليه. نعم. لا بد يكون عادة في وقت الحج ولا في أي وقت؟ في أي وقت، لا في أي وقت، لأنه هو لحج قد مضى. نعم. فيبادر في أداء السعي. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع أبو حمزة سدير يقول: تساهل كثير من الناس في الانصراف من المزدلفة، فنراهم ينصرفون مبكرين وبعضهم شباب ورجال وليس معهم نساء، فهل من كلمة لمثل هؤلاء؟ المبيت بمزدلفة مختلف فيه، من العلماء من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه ركن من أركان الحج، ومنهم من يرى أنه واجب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم، وأقل المبيت إلى منتصف الليل، فبعد منتصف الليل يجوز الانصراف، وإكمال الليل في مزدلفة، صلاة الفجر فيها والدعاء بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، هذا أفضل وأكمل، لكن يبدأ الانصراف من مزدلفة من منتصف الليل، وهذا أقل شيء. ومن العلماء كالمالكية من يرى أنه يكفي إذا صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وبقي فيها ولو مدة قليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ويقول: خذوا عني مناسككم، فالعبرة بما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الأئمة المجتهدين. الصحيح أن المبيت في مزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، وأن أقله إلى نصف الليل. نعم. بعد النصف يكون من خرج مرخصا؟ نعم، بعد النصف يجوز الترخيص، إلا أن الأقوياء الأفضل لهم أن يستكملوا الليل، هذا هو الأفضل. فإن صرف منها بعد منتصف الليل فهو مجاز ولو كان قويا. نعم، لكن خلاف الأولى، في القوي خلاف الأولى والأفضل، وفي المحتاج جائز له ذلك. نعم. أحبكم الله. المستمعة أم زهراء من البدائع تقول: عندي أولاد وبنات بالغون، ولكنهم هداهم الله مقصرون في أداء الصلوات، خاصة الأولاد، فلا يؤدون الصلاة في المسجد إلا قليلا، وقد نصحتهم كثيرا وتعبت معهم، فماذا يجب علي أن أفعل تجاههم، وما حدود إنكاري عليهم بلساني وقلبي؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. صلاة الرجل مع الجماعة واجبة، فرض عليه، لا يجوز للمسلم أن يترك صلاة الجماعة وهو يقدر على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أدل هذا على وجوب صلاة الجماعة على كل مسلم قادر، فمن ترك صلاة الجماعة فإنه يجب مناصحته ويجب تأديبه لمن له عليه ولاية يؤدبه حتى يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وهذه عقوبة بل هي من أشد العقوبة وأنكاها. دل على أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر أنه يستحق التأديب، فمن كان له عليه سلطة من ولي الأمر أو من والده أو وليه فإنه يعاقبه حتى يصلي مع الجماعة، وإذا لم يقدر على معاقبته فعليه المناصحة ومداومة المناصحة حتى تبرأ الذمة ولعله أن يهتدي ويقبل. نعم. تقول: ما حدود إنكاري عليهم بلساني وقلبي؟ أنكري عليهم بدون حدود، أنكري عليهم وخوفيهم بالله عز وجل، وإن أسمعتيهم شيء من كلام أهل العلم في الأشرطة أو في غيرها أو في الكتب فحسن، يعينك على نصيحتهم. نعم. قصد يمكن واجب الإنكار القلب؟ واجب الإنكار باليد والقلب واللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لمن عنده سلطة من ولي الأمر أو الوالد، فإن الوالد له سلطة على ولده، ومن لم يستطع فبلسانه النصيحة والموعظة، ومن لم يستطع باللسان فإنه ينكر بالقلب. لابد من إنكار المنكر بالقلب، فمن لم ينكر المنكر بقلبه فليس بمؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. نعم. شيخ، بعض الناس لا يدري عن هذه القضية، في بعض حينما يرى شيئا من المعاصي يظنه يسعه قول: لا شأن لي، فهل هذا يخالف الإنكار بالقلب أن الله معصية الله؟ لا شك، المسلم له شأن، ليه لا شأن له، ومأمور بالإنكار: من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر يفيد الوجوب، ولكن الناس يتفاوتون في المقدرة. نعم. فينكر على حسب مقدرته، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا استطاع، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه، هذا أقل الأحوال. أما أن يقول ما علي وكل عليه عمل وكل عليه ذنب، هذا كلام باطل وهو من تسويل الشيطان، لا يتحقق عنده إنكار القلب، إذا لم يتحقق عنده هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى عدم إيمانه. أسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. السائلة أم عبد الله من الرص بعثت عددا من الأسئلة، تقول: في الأول: أسأل فضيلة الشيخ عن صلاة السنة قبل الفريضة عندما أتأخر عن صلاة الفريضة، ربما تقصد الراتبة القبلية، تقول: بسبب من الأسباب ثم أريد الصلاة، فهل أقدم السنة على الفرض أم أصلي الفرض فقط؟ نعم، تأتينا بالسنة ثم تأتينا بالفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض الأسفار ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن ثم صلوا الراتبة، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: في سؤالها الثاني: عندما أضع الحنة على رأسي ثم أريد الوضوء أمسح على الشيلة فوق الحنة، فهل وضوءي صحيح أم يجب أن أنزع الشيلة غطاء الرأس، غطاء رأس المرأة، ثم أمسح على شعري وعليه الحنة، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز المسح على الشيلة، وإنما يمسح على الرأس ولو كان عليه حنة، لأن الحنة لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فتمسح على رأسها ولا تمسح على الشيلة، لأن هذا لا يجزي ولا يعتبر مسحا على الرأس. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه في النهاية تحية من زميلي مشعل الدهيشي في هندسة الصوت، ونحن نتلقى أسئلتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، والسلام عليكم.